السلام عليكم. اليوم نروح للبلدية تاع محلمة واللي تقع في دائرة سيدي عبد الله بولاية الجزائر العاصمة، واللي أين تقع محطة تاع تصفية المياه المستعملة، واللي راهي يعني الأشغال تقرب من النهاية تاعها. وهذه المحطة التي تستعمل عدة تقنيات لتصفية المياه المستعملة، أيضا التقنيات الكيميائية وكذلك تقنية ضوئية باستعمال أشعة الشمس، وكذلك فيه عدة ملحقات متطورة في معالجة المياه المستعملة بواسطة ما يسمى بلا ديزودوريزاسيون، يعني نزع الرائحة نتاع المياه هذه، وكذلك نظام لاسترجاع الطين أو الشوائب، يعني استرجاع الأجزاء الصلبة من المياه والرمال. فيه عدة يعني فروع لمعالجة المياه المستعملة قبل ما يتم رميها في المجاري المائية. إذن نترككم تتابعون ما تبقى من هذا الفيديو حول محطة تصفية المياه المستعملة في بلدية محلمة دائرة سيدي عبد الله بولاية الجزائر العاصمة. أيضا أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.